السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، طلبات وطالبات الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله سبحانه وتعالى درسنا اليوم عن التحليل الأدبي، وهو بعنوان حصيلة الثورة المعلوماتية. عنوان الدرس حصيلة الثورة المعلوماتية. قبل أن نبدأ في درسنا، لابد أن نعرف بعض الأشياء عن التحليل الأدبي. هذا نص أدبي. كنا قد درسنا في الوحدة الماضية بعض النصوص الأدبية، ومنها على سبيل المثال نص العقار الدامي، وهو نص شعري من النصوص الشعرية، من نصوص الشعر كما تعلمون. وهناك نوع آخر من الألوان الأدبية وهو النثر. درسنا اليوم عن التحليل الأدبي نوعه نثر، بعنوان حصيلة الثورة المعلوماتية للكاتب وائل كشك بتصرف. قلنا بتصرف يعني هو أدخل عليه بعض التعديلات من وجهة نظره. في البداية سأقرأ الفقرة الأولى مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وأعطيك مثالا للقراءة الأدبية. يقول الكاتب: هل يكفي الحديث بانبهار وإعجاب عن الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات ودورها في تطور المجتمعات وما أضافته من كم معرفي وضعته في متناول أي إنسان، دون أن نتكلم عن تقلص الذكاء بسبب تعود الذهن على الكسل العقلي، حيث لكل سؤال جواب؟ هل يكفي أن نتحدث عن فضائل الإنترنت وسرعة الاتصال دون أن نتحدث عن غياب العلاقات وتحول الكلام إلى صمت واللغة إلى إشارة والتخاطب إلى شفرة؟ من البدهي حدوث اتصال ذهني من خلال الشبكات الإلكترونية، ولكن هذا النوع من التواصل سيعزل الوجدان غالبا. أقرأ الفقرة مرة أخرى قراءة سريعة لكي أترك لك بقية الفقرات لتقرأها قراءة أدبية، ثم تستخرج بعض الأفكار الرئيسة والأفكار الجزئية، ثم تستخرج الكلمات التي لها مدلولات أدبية. هل يكفي الحديث بانبهار وإعجاب عن الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات ودورها في تطور المجتمعات وما أضافته من كم معرفي وضعته في متناول أي إنسان، دون أن نتكلم عن تقلص الذكاء بسبب تعود الذهن على الكسل العقلي، حيث لكل سؤال جواب؟ هل يكفي أن نتحدث عن فضائل الإنترنت وسرعة الاتصال دون أن نتحدث عن غياب العلاقات وتحول الكلام إلى صمت واللغة إلى إشارة والتخاطب إلى شفرة؟ من البدهي حدوث اتصال ذهني من خلال الشبكات الإلكترونية، ولكن هذا النوع من التواصل سيعزل الوجدان. إخواني الطلاب، أخواتي الطالبات، أوقف الفيديو حاليا أو أوقف المقطع حاليا، ثم أكمل قراءة النص مستعينا بالله، مستخرجا الأفكار الرئيسة والأفكار الجزئية، ثم بعد ذلك ضع خطا تحت الكلمات أو تحت الكلمات التي لها معان أدبية. استعن بالله، ثم بعد ذلك اقرأ الفقرات الباقية قراءة أدبية كما سمعت. استخرج الأفكار في الملاحظات التي أمامك، استخرج الأفكار واكتبها في الملاحظات. لكل فكرة استخرج منها أفكارها، ثم بعد ذلك استخرج بعض الكلمات التي لها معان أدبية، ثم شغل الفيديو مرة أخرى.
هنا تعريف بالكاتب هو ليس عندك في كتابي في كتابك المدرسي. السؤال الأول يقول: أشارك مجموعتي ثم أضع إشارة بين القوسين صح عن يسار اختيارنا مما يلي. أمامك ثلاث جمل، كل جملة يتحدث فيها الكاتب عن شيء يشيد الكاتب بالثورة المعلوماتية وبكل ما يتعلق بها. هل هنا يشيد الكاتب بهذه الثورة المعلوماتية أم يرفض الكاتب الثورة المعلوماتية على الإطلاق؟ أم يدعو الكاتب إلى تصحيح بعض ما يتعلق بالثورة المعلوماتية؟ إلى ما يدعو الكاتب؟ ماذا يريد الكاتب؟ من يجيب؟ الإجابة؟ ممتاز، يدعو الكاتب إلى تصحيح بعض ما يتعلق بالثورة المعلوماتية. السؤال الثاني: ينظر الكاتب إلى العلم بوصفه أفكارا جافة ومجردة أم ينظر الكاتب إلى العلم بوصفه حقائق مرتبطة بالمشاعر؟ أم ينظر الكاتب إلى العلم بوصفه وسيلة انتفاع ذاتي فقط؟ ما هي نظرة الكاتب إلى العلم؟ نظرة الكاتب إلى العلم بوصفه حقائق مرتبطة بالمشاعر أو حقائق مرتبطة بالمشاعر. السؤال الثاني هنا موجود أمامنا بالصفحة، صفحة 230 أمامك عدة كلمات لها مدلولاتها اللغوية في المربعات التي أمامك. ما معنى كلمة المعلوماتية؟ معنى كلمة المعلوماتية، من يجيب؟ المعلوماتية علم معالجة المعلومات بواسطة الحاسب الآلي. ما معنى الشبكة المعلوماتية؟ هي شبكة عالمية تربط ملايين الحواسب عن طريق الشبكة الهاتفية أو الأقمار الصناعية. ما معنى كلمة شفرة؟ الشفرة هي رمز خاص يتفق على معناه طرفان ويتسم بالخصوصية والسرية. ما معنى كلمة المتاحف؟ معارض التحف الفنية أو الأثرية ذات القيمة. الوجدان هو الإحساس الداخلي الذي يرد على القلب دون تكلف. السؤال الثاني في صفحتنا هذه: إيجاد تعريف لكل مما يلي. ما معنى كلمة ثقافة؟ ما معنى كلمة ثقافة؟ هي علوم ومعارف وفنون يطلب الحذق فيها، أي يطلب قوة التفكير فيها. الهوية، ما معنى كلمة الهوية؟ هي الانتماء إلى عقيدة أو وطن ونحو ذلك. الانتماء إلى عقيدة أو وطن ونحو ذلك، وانتماؤك إلى هويتك أو حلقة الوصل التي تربطك بهويتك هي لغتك العربية الخالدة. السؤال الثالث: استخدام كل من الكلمتين السابقتين في تعبير أدبي مناسب. استخدم كلمة الثقافة والهوية في تعبير أدبي مناسب، يعني ضعهم في جملتين من أسلوبك، متروكة لك. السؤال الذي يليه يندرج تحت الفهم والتحليل. طبعا أخواني وأخواتي طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط، أنت الآن قرأت النص قراءة أدبية عميقة. بعد أن قرأت النص وسرنا في الأسئلة، هنا يأتي دور الفهم والتحليل. الرجاء
من لم يقرأ النص جيدا قبل سماعه لأسئلة الفهم والتحليل يرجع إلى النص مرة أو مرتين. أتعاون ومجموعتي بعد القراءة من أول النص إلى قوله بنظراته على الحروف. هتقرأ من أول النص إلى كلمة بنظراته على الحروف حتى أصبح المثقف يتزلج بنظراته على الحروف. هذه أسئلة شفهية. السؤال الأول: كيف غابت العلاقات على حسب رأي الكاتب في الفقرة الأولى؟ السؤال الأول: كيف غابت العلاقات على حسب رأي الكاتب في الفقرة الأولى؟ الإجابة: غابت العلاقات عند تحول الكلام إلى صمت، واللغة إلى إشارة، والتخاطب إلى شفرة. لما تحول الكلام إلى صمت، تحولت اللغة إلى إشارة، والتخاطب أصبح شفرة. سؤال رقم باء: كيف أصبحت اللغة في نظر الكاتب في الفقرة الثانية؟ وما رأي المجموعة فيما ذكر؟ يعني رأي المجموعة على حساب أنك في فصلك، ولكن أنت المجموعة. كيف أصبحت اللغة في نظر الكاتب في الفقرة الثانية؟ أصبحت اللغة مجرد أداة لتكنولوجيا الاتصال. أصبحت مجرد أداة لتكنولوجيا الاتصال. معنى أصبحت مجرد أداة، يعني حينما أبعث لك برسالة على البريد الإلكتروني أو على برنامج الواتساب أو على أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، لا أحدثك شفهيا، هي مجرد أداة لتكنولوجيا الاتصال. أحدثك كتابيا، إذن الوجدان، المشاعر، العواطف أصبحت في ظل تكنولوجيا المعلومات شبه منعدمة. السؤال الثاني في الفهم والتحليل: إجابة ما يلي كتابيا: إيجاد العلاقة بين عناصر كل مجموعة مما يلي وبيان نوع العلاقة من حيث الإيجاب والسلب، مع إيراد تبرير الكاتب ورأي المجموعة. هنا أمامك مجموعتين أو جملتين بينهما علاقة أو ليس بينهما علاقة. إن كان هناك بينهما علاقة إيجابية اذكرها، أو علاقة سلبية اذكرها مع إبداء وجهة نظرك المنطقية. يقول لك: الثورة المعلوماتية والاتصالية، وفي الفقرة الثانية: سهولة تناول كم معرفي كبير. هل هناك اتصال وارتباط بين الجملتين؟ أي علاقة؟ هل هناك علاقة؟ نعم، هناك علاقة. تقول أن الثورة المعلوماتية والاتصالية سبب سهولة تناول كم معرفي كبير. الثورة المعلوماتية، نعم، هي سبب سهولة تناول كم معرفي كبير من العلوم والمعارف في وقت قصير وجهد أقل. نوع العلاقة، هل هي علاقة إيجاب أم علاقة سلب؟ بالضبط، علاقة إيجابية بناء على الجملة السابقة. وما تبرير الكاتب؟ ضع نفسك مكان كاتب الدرس، ثم وضح رأيك الشخصي. هنا تبرير الكاتب أنها أمر واضح يتحدث عنه الناس بانبهار وإعجاب. رأي المجموعة، اكتب أيضا رأيك. اكتب رأيك. سؤال رقم باء: استقبال الكلمات والصور من الحاسوب والتلفاز. أنت تستقبل معلومتك، كلماتك، صورك من الحاسب الآلي والتلفاز. هل هناك علاقة بين هذه الجملة وبين جملة فقد معاني الصور والكلمات؟
ما العلاقة بين أن أستقبل كلماتي وصوري من الحاسوب والتلفاز والجوال وفقد معاني الصور والكلمات؟ حينما أنظر إلى صورة أو كلمة كنت قد سمعتها من التلفاز أو قرأتها من على جوالي، هل تكون بنفس تأثير الكلمة التي سمعتها من مدرس في الفصل أو شيخ على المنبر أو شخص يحاورني وجها لوجه؟ هل هناك علاقة؟ نعم، علاقة، ولكنها علاقة من نوع آخر تسببت في فقد معاني الكلمات. استقبال الكلمات والصور من الحاسوب والتلفاز سبب في فقد معانيها. نوع العلاقة بالتأكيد علاقة سلبية. وما وجهة نظر الكاتب وما مبرره أنها علاقة سلبية؟ عدم وجود اتصال عاطفي كما قلت لك. أنت حينما تسمع المعلومة من أستاذك أو من شيخك أو من عالمك المفضل تتلقاها على يديه، هناك اتصال عاطفي وجداني روحي في هذه الآونة. أما إذا كان الاتصال بينك وبين كاتبك أو عالمك أو شيخك أو أستاذك، لا يوجد هناك اتصال عاطفي. قل رأيك الشخصي. ثانيا، أتعاون مع مجموعتي بعد القراءة من قول الكاتب ارجع للدرس، أوقف الفيديو، ارجع للدرس أو للنص من أول قول الكاتب عندما تبدأ الأشجار إلى قوله الإنساني الواسع. بعد أن تقرأ هذه الفقرة واستخرج منها أيضا فكرتها الرئيسة والجزئية، وضح علاقة هذا الجزء من النص بما قبله. بعد أن تقرأها وضح علاقة هذا الجزء من النص بما قبله. أوقف الفيديو وارجع إلى الدرس واقرأ الفقرة قراءة أدبية عميقة. علاقة هذا الجزء بما قبله هي أن الثورة المعلوماتية والاتصالية نتاج العلم الذي أضرت بالإنسان وبالطبيعة. النظرة إليه نظرة نفعية ضيقة. علاقة الجزء بما قبله هي هذا ما نسميه علاقة الجزء بالكل أو بما قبله، أن الثورة المعلوماتية والاتصالية التي نحياها الآن هي نتاج العلم، هي لم تأتي من فراغ، الذي أضر بالإنسان وبالطبيعة، أضرت بالإنسان وبالطبيعة النظرة إليه نظرة نفعية ضيقة. ارجع إلى النص مرة أخرى وقرأها ثم حلل هذه الكلمات في ذهنك. السؤال الثاني صفحة رقم 233. إجابة ما يلي كتابيا. افتح معي كتابك وقلمك ثم ركز معي جيدا. فحص التالي من الأفكار بحيث يتم بيان إيجابية الفكرة أو سلبيتها والمثير فيها. اقرأ هذه الأفكار أو تلك الأفكار ثم بين إذا كانت الأفكار إيجابية أم سلبية. يقول الكاتب: العلم حقائق لها خلفية قوية من العواطف. هل هذه المعلومة صحيحة؟ العلم حقائق لها خلفية قوية من العواطف؟ نعم، هناك اتصال وارتباط بين العالم والمتعلم، بين الشيخ وتلميذه، بين الكاتب والمتلقي. نعم، هذه الفكرة إيجابية. ما المثير فيها؟ أنها تنبه الإنسان إلى أن العلم لخدمة الإنسان ولخدمة الطبيعة والمخلوقات التي ينبغي أن يحسبها عندما ينتفع بالعلم وأن يبتعد عن الأنانية البغيضة. هذه الفكرة إيجابية. المثير فيها أن العلم لخدمة الإنسان. الفكرة الثانية تقول: النظرة الحالية للعلم نظرة نفعية محدودة. نحن الآن ننظر إلى العلم أنه علم نفعي محدود. هل هذه الفكرة إيجابية أم سلبية؟ نعم، الفكرة سلبية.
والمثير فيها أنها قد تدفع أصحاب تلك النظرة إلى التراجع عنها، وقد تدفع غيرهم إلى الابتعاد عنها، وإن كانت قد يؤخذ عليها التعميم. هي الفكرة في حد ذاتها فكرة سلبية. لا تنظر إلى العلم نظرة نفعية محدودة، تقول أنا أتعلم من أجل كذا، أو أنا أخذ شهادتي الجامعية أو أجري بحثي العلمية من أجل كذا فقط، لا، بل من أجل نفع البشرية جمعا. سؤال رقم باء يقول لك: اذكر القيمة التي تضمنتها الفقرة الأولى من هذا المقطع من النص، القيمة التي قرأتها أنا. هناك قيمة في هذه الفقرة، ما هذه القيمة؟ فكر جيدا. إذا أردت أن توقف التسجيل وترجع إلى كتابك المدرسي لقراءة الفقرة الأولى فافعل. نعم، القيمة الرحمة بالطبيعة وبالإنسان. اشرح ما يلي شرحا أدبيا. يقول الكاتب: عندما تتأوه الطبيعة، بمعنى تتأوه تتألم اختناقا وتعتصر ألما ونسمعها تشكو إنسانا يستمر في ضربها بسياطه، كيف نبني مفهوما للعلم يكون أكثر رحمة بالطبيعة وبالإنسان؟ اقرأ هذه الفقرة جيدا، ثم اشرحها بأسلوبك، ثم اشرحها بأسلوبك. السؤال الثالث، صفحة رقم 234. يقول لك: بيان مدى ارتباط قيمة الرحمة الواردة في النص بقيمنا الإسلامية. قيمة الرحمة الواردة في النص بقيمنا الإسلامية. ما استنتاجك لقيم الرحمة الواردة في نصنا الأدبي؟ يقول: قيمة الرحمة قيمة أصيلة ورئيسة من قيمنا الإسلامية، وصفة من صفات الله تعالى، وبها تحلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليها حرص أصحابه. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يقول تعالى مخاطبا نبينا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا: الراحمون يرحمهم الرحمن. هنا قيمة الرحمة الواردة في النص بقيمنا الإسلامية. هذا السؤال متروك لك. يقول لك الكاتب: أقوم على انفراد بما يلي: تحديد تعبير أعجبني من النص. متروك لك الإشارة إلى جوانب إعجابي بالتعبير الذي اخترته، متروك لك، وهذه الأسئلة متروكة لك. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا، آملين من المولى تبارك وتعالى أن يعود علينا عليكم بالنفع.